قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشط وائل عباس 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. أيضا اليوم جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مناشدتها بالإفراج عن أمل فتحي المديرة التنفيذية للمفوضية بعد تدهور حالتها الصحية في محبسها بسجن القناطر إلى حد تشخيصها من طبيب السجن بأن أنها أصيبت بشلل نفسي منعها عن المشي. وكانت أسرة وائل عباس أيضا قد استبقت جلسة التحقيق اليوم بنشر بيان يشكر كل من تضامن معه، كما أدانت الأسرة ما وصفته بالهجمة الشرسة التي تمت على منزلها فجرا وسوء المعاملة الذي تعرض له وائل. وأكدت العائلة أنها ستلاحق قضائيا كل من أساء له من الإعلاميين. عبر الهاتف تنضم إلينا رشا عباس، شقيقة الصحفي والمدون وائل عباس. مساء الخير يا رشا، وأهلا وسهلا بحضرتك. بداية طمنينا على أوضاع وائل وعلى صحته، وهل تتمكنون من رؤيته وزيارته؟ مساء النور يا ليان. وائل بخير الحمد لله، صحته تعبانة شوية، اتجدد له النهاردة المرة الرابعة 15 يوم من غير اي تحقيق، يعني مجرد بس بيحضر كده الجلسة ويتجدد له على طول 15 يوم. مش عارفين هو بيتجدد له ليه او محبوس ليه، يعني ما فيش حد، يعني هل ده قانوني؟ مش فاهمين حاجة لسه لحد دلوقتي. تحدثتم في البيان الذي أصدرته الأسرة عن سوء معاملة تعرض له وائل أثناء إلقاء القبض عليه، وأيضا عن حالة الفوضى التي خلفوها وراءهم في البيت. خبرينا أكثر عن هذه التفاصيل رشا، ربما للمرة الأولى نسمعها منك مباشرة. تمام. هو حصل في الفجر يوم 23 مايو في رمضان، تم اقتحام المنزل، جت 3-4 عربيات كبار بناس لابسين مدني وناس لابسين ملكي ومعاهم جنود مسلحة، هاجموا على البيت واقتحموا السور بتاع البيت ودخلوا، طلعوا لحد الشقة عند وائل، قلبوا محتويات الشقة تماما بالكامل، أخذوا واستولوا على أجهزة كتيرة جدا، أجهزة كاميرات بتاعت وائل وأجهزة لابتوب والديسكتوب بتاعه، واستولوا بقى على حاجات سوفينيرز وحاجات هو شاريها نفسه من ما كان بيسافر بره وكده، وبعدين غموا عليه واخدوه بلبس البيت، ما رضيوش حتى يخلوه يدخل يغير، طلب ان هو يدخل يغير جوه ما رضيوش، خدوه بالعافيه ولبسوه غموا عليه ونزلوه ركبوا العربيه. بعد ما ركبوا العربيه وخلاص المفروض ان هو ماشيين، اكتشفوا ان البيت من بره مراقب بالكاميرات. فرجعوا تاني كسروا باب الشقه بتاعت وائل بقى، دخلوه بالعافيه، كانت ماما قفلت وراهم، خدوا الهارد بتاع كاميرات التسجيل بتاعت البيت بتاعنا ومشيوا. اختفى وائل يومين، ظهر بعدها، بعد كده عرفنا ان هو ظهر في امن الدوله، وعرفنا ان خلال اليومين اللي هو كان مختفيهم دول وائل كان قاعدينه في اوضه متغمي العينين طول اليومين دول، ومربوط بسلاسل في الحيطه، بياكل وبيشرب وبيعمل حمام وهو متكتف بالمنظر ده وبينام على البلاط. نعم. ولما عرفنا بعد كده منه بقى ان هو وائل قلعوا لبسه خالص ودخلوه السجن، يعني بس بالملابس الداخليه، وفضلوا قاعدينه كده فتره. رشا، يعني من المعروف أنه وائل في الفترة الأخيرة كان في الحقيقة قد انسحب إلى حد كبير من المشهد العام والمشهد السياسي، وحتى مجرد الكلام على فيسبوك ما كانش وائل بيكتب أي حاجة مؤخرا، فبرأيك ما الذي أدى إلى هذا المشهد اليوم بعد انقطاع وائل عن الشأن العام؟ هو كلنا بنسأل نفس السؤال ده، ليه؟ حتى هو نفسه بيقول ليه دلوقتي؟ فاحنا متوقعين ان في حاجات هتحصل بقى، هما مش عايزين الناس اللي ليهم متابعين او ليهم فيس او كده يتكلموا فيها، او يعني عايزين الناس تفضل كده زي ما هي ساكته ما حدش يتكلم. الناس اللي بتتكلم قال لك لا، هات الناس اللي بتتكلم دي، مش عايزين نسمع صوتهم بعد كده. فده احنا اللي بنخمنه ومش عارفين بقى ايه ليه، يعني لحد دلوقتي مش فاهمين في ايه. فعلا وائل بقاله فتره مش بيتكلم في حاجه ولا بيكتب في اي حاجه نهائي. مش عارفين، يعني كان مجرد بيعمل شير لحاجات موجوده اوريدي بالفعل. نعم. طيب ماذا عن محامي وائل؟ ماذا يقول الان؟ ما هي التهم التي وجهت اليه؟ هل سيخضع لاي محاكمه؟ في اي شيء قانوني اصبح واضحا يا رشا؟
للأسف ما فيش أي حاجة قانونية واضحة حتى الآن، يعني حتى المحامين نفسهم مش متفائلين، مش عارفين إيه اللي بيحصل، يعني متوقعين إن تجديد على الفاضي، تجديد لمجرد التجدير بس، ما فيش حاجة تانية، ما فيش أي حاجة ثابتة موجهة ليه، يعني استخدام وسائل السوشيال ميديا والقلب معرفش نظام ايه، والانضمام لجماعات ايه، وحاجات غريبه كده، يعني مش فاهمينها، حاجات عكس سؤال تماما مالهاش اي معنى من الصحه. نعم، اشكرك جزيل الشكر رشا، وسنظل دائما على متابعه دائمه لملف وائل وغيره من معتقلي الراي في مصر. شكرا لك رشا عباس. إذن مشاهدينا الآن أمام فاصل، بعد الفاصل نبدأ بنقاش ملفنا الأساسي هذه الليلة، وهي القانون الذي صدر واعتبر وأنه تكريم لقيادات الجيش وضباطه أثار الكثير من الجدل. نفتح مساحة النقاش بعد الفاصل، كونوا معنا.